نحن في المناطق الغربية لمدينة خان يونس في حي الأمل في منطقة تعرف ببلوك جي. هذه المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عبر الطيران الحربي الإسرائيلي على هذه المنطقة التي دمرت بشكل كامل، وهناك أكثر من منزل تم تدميرها في هذه الغارة الإسرائيلية، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى. وتحاول ما تزال تحاول طواقم الدفاع المدني الوصول إلى أعداد أخرى فيما يبدو إما أن يكونوا ناجين أو لربما شهداء في هذه الغارة الإسرائيلية. نتحدث عن المخيم الغربي، وهو مخيم حي الأمل، وهو مكتظ بالسكان ذو كثافة سكانية، وأيضا نزح الآلاف إلى هذه المنطقة. نتحدث عن مربع سكني تم تدميره بشكل كامل، نتحدث عن ما يقارب من 10 منازل في هذه المنطقة تم تدميرها بفعل هذه الغارة الإسرائيلية على القطاع. نسأل الآن ماذا حدث بالضبط من أحد سكان هذا الحي، شو صار معكم؟ تقريبا الساعة 8:30 بالليل كنا قاعدين ناس آمنين في بيوتها، ما لقينا إلا برميل متفجر. هذا ليس صاروخ عادي، هذا برميل متفجر لأنه دمر حي بالكامل ودمر ما بعد الحي، البيوت كلها متدمرة. عندنا عندك هنا تقريبا 7 عائلات في البيوت، عندك دار الحمدان، دار الشجرة، دار سرحان، دار وغير هيك. يعني في ناس من غزة اللي يقول لهم اخلوا على الجنوب عشان تكونوا أمنين، أجوا هنا وانقصفوا وماتوا، نعم استشهدوا الله يرحمهم. فهذا هدفهم تهجير المواطنين من المخيمات، ينزحونا من هنا. احنا الحمد لله لا الحمد لله ما بنهاجر، هذا هدفهم انه تدمير، يعني قتلوا الأطفال امبارح، أطفال طلع، النساء، شيوخ، كلهم مدنيين، ناس أمنين في بيوتها، ما خلوا بيت على طلع. أنت شوف المنظر، يعني الحالة الصورة بتتكلم. يعطيك العافية، شكرا لك. إذا كما قال إنه هنا أكثر من عائلة تم قصفها بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية، وعدد كبير من النازحين في هذه المنطقة. رماد، هذا الانفجار وصل إلى أماكن بعيدة التي كما قلنا تعرضت لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. صالح النطور من مخيم الأمل غربي مدينة خان يونس.